فرقة أبو الشهداء، الجمعية الحسينية بالنويدرات تقدم مهرجان غريب طوس الإنشادي السابع، زيارة العارفين. اختلفنا منذ البداية. يا أخي اتفقنا منذ البداية على نهجنا الإسلامي الأصيل واحترامه وعدم الطعن من الخلف، ليكون الهدف الأسمى هو الرسالة. اختلفنا في مفاهيم الانفعال. الإنسان الذي يعجز عن ضبط انفعالاته ويفقد أعصابه سريعاً دون القدرة على لجم ثورتها والسيطرة عليها يفقد فيها احترامه. ولا ننسى أن معادن الناس تظهر وتبرز في المواقف الصعبة. بل اتفقنا أن الرسالة هي أن تحمي ظهري وأحمي ظهرك كما أمرنا الرسول وأهل البيت، لا أن أفتح أبواب جهنم على بيتك وأبنائك وعرضك لأشهر بهم لمرضات نفس تزعم بأنها على خط إسلامي أصيل. اختلفنا، مهما اختلفنا في وجهات النظر لا يجيز ذلك لك تسقيطي ومحو إنجازاتي في شتى المجالات، ولا سيما في خدمة مذهب أهل البيت. اتفقنا على قوله تعالى وفي المتنافس المتنافسون، المنافسة الشريفة هي أن تتقدم لها لا أن تختبئ خلف لوحة كيبورد. ما فيها شيء يعني، تطلق النار وكأنك بطل مغوار، كيبورد عادي، تشجع بذلك نفسك المريضة. كيبورد عادي ما فيها شيء يا حبيبي، يعني عادي. ترميني بحجر وأرميك بحجر آخر، تتهمني بالعظمة وأتهمك بالرياء، إذا ماذا جنينا؟ كل هذا غير. اختلفنا ليستغله الغير في ضربنا معا. افعل ولا تفعل، لا تقلل من شأن الآخرين حتى لا تفقد احترامهم، ليتنا اتفقنا في ذلك. اختلفنا، الأساليب والمناهج تختلف من شخص لآخر ومن بيئة لأخرى. الاختلاف أمر جيد للإثراء الإنساني، لكننا اختلفنا لأن أمراضنا النفسية باتت أكبر من أن تستوعب بعضنا البعض حتى في حدود الدين. قال الشاعر: لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. لا يهمني لونك، انتماءك، لباسك، دينك، أو ما مدى التزامك. ما يهمني أولاً وأخيراً هي أخلاقك. قال الرسول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اختلفنا في الأخلاق، وماذا بعد؟ وقد قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. لو أبصر المرء عيوب نفسه لانشغل بها عن عيوب الناس. ليتنا في اختلافاتنا الكثيرة اتفقنا على هذه فقط. اختلفنا. اختلفنا من يحب والحب غريب،
مختلف نحن بزمن ظالم كئيب تحبوها الذكرى لخيوط المشيب وينكسر قلبي واحس مالي حبيب اتفقنا من بعيد منا وقريب واتفقنا القسمة حظ فيها ونصيب تذبل الأيام وجرحي ما يطيب نصفي ميت نصفي الآخر سليم يا مدوى نبضك فوق المستوى كل حرقة دنيا حرقت كل مرتوى لحظة ورحيل تكفي دموع يكفي جراح حب وتسامح شي جميل الله حرام نبقى غرام صمت الخوف لحظة ورحيل تكفي دموع يكفي جراح حب وتسامح شي جميل اختلفنا بالجرح منه الغيور واختلفنا بمعنى حبان الصدور بيني وبينك ملامح مو غرور سر هداك قصص وسط القبور اتفقنا سكرة الشوق ما تثور واتفقنا لا تاب يجرح شعور نبقى صرخة بين أرقام وكسور ما تغربنا الليالي والعصور اسأل عني هالجراح واسأل عن دمي المباح أنا دمعة فجرت دار الصباح قلبي ما يعرف صياح ما يفيد الاجتياح انقطع كتبنا الحب سطر اعتداء أهل البيت هم حبي هم درسي وروى مثال بدايتنا نهايتنا نهايتنا كتبنا الحب سطر اعتداء اتفقنا أنك تتكلم أمامي وليس من الخلف لتوصل إلي انتقادك واختلفنا أنك مخطئ
إن فعلت هذا الشيء وتكلمت من وراء ظهري، حتى لو كان العنوان الكبير النصح وطلب الهداية إلي. اتفقنا أننا ملتزمون بمواصلة المسير في خدمة مذهب أهل البيت ولن نهدأ، واختلفنا أن تحركاتك وتحشيدك لن يوقفنا. اتفقنا أن العمل الإسلامي له عنوان الإخلاص والتقوى، واختلفنا أن تغيب حب أهل البيت خراب ودمار للمجتمع وتشويه لهذا المذهب.